شويه الصبر ومن يجوج يحسب راسو بحال اللي داك الانسان بحال باه ولا ماما، ماشي غير يتخلق منه صافي يفضي، يصبر وكترجع العلاقه عائليه والانسان كيكبر مع بعضياتو. نصيحه انا براسي خاطلي نصيحه لي ولا لك؟ لا العرسان. نصيحه انهم ان شاء الله يعني يكونون صبروا الصبر 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 الصبر، واحد يكون للثاني معين، واحد يعين الثاني بكل شيء. الحاجة اللي غادي نقول لهم انهم الثقة بعضياتهم هي أول حاجة في الحياة الزوجية، إذا ما كانتش الثقة ما تستمرش الزواج ديالهم. طبيعة الحال إلا هما تزوجوا إلا هما متفقين، كنتمنى لهم المزيد من الفرح والسعادة والبانية إن شاء الله. الصبر انا بوغ موا هي لا كلي ديال لو كوبل، هو الصبر. يعني ولا بد لو كوبل تيدوز بشي حوايج زوينين وبزاف ديال الحوايج اللي ماشي خايبين ولكن صعاب، دوك الواحد خاصو يصبر ودي فوا يسمح في حقه، واحد يسمح في حقه مره ومره الاخر باش لا في كونتينيو وتستمر وتبقى، والاحترام سي تري امبورطون. كننصحوهم بعد الزواج بالثبات حيت كيبداو يدخلوا شي عام. انا كنظن ان ماريا وكاظم زعما ما يحتاجوش شي واحد ينصحهم، ديجا هما كوبل غزال تبارك الله عليهم. فيليسيتاسيون افيك بوكو دو بونور اي دو جوا ان شاء الله، ومسيره موفقه في بحكم انهم جوج فنانين كيشتغلوا بجوج، يعني مسيره موفقه في مشاو ان شاء الله. مبروك والف مبروك ان شاء الله، كل ايامكم تكون افراح، وانا فرحان بزاف نكون معكم اليوم. وبتاكد الدراري من ناحيه كاظم ذا فايف كانوا بغيو يكونوا معاه ولكن كل واحد في البلاد ديالو، فنقول لكم مبروك بزاف والله يكمل عليكم بالخير وبالرفاء والبنين ان شاء الله. ماريا حبيبتي كاظم الله يطول عليكم بالخير، الله يكمل كل شيء بالخير ويطول من حبتكم وسعادتكم وان شاء الله بشي وليدات. وانا فرحان بزاف ليهم ماريا وكاظم، الله يكمل عليهم بالخير وان شاء الله نشوف وليداتهم عما قريب. اليوم انا فرحانه طبعا بفرحه ماريا وكاظم، الفرح ديالهم كنتمنى ان شاء الله الله يكمل عليهم بالخير وبالرفا والبنين يا ربي. ماريا نديم وكاظم كنتمنى لهم كل التوفيق ومباركهم سعود بعد الزواج ديالهم، حضور ديالي كيمثل المحبه ليهم بجوج، وماريا نديم استدعتني ولبيت الطلب ديالها لان بنت ناس وتستاهل، الله يعطيهم الخير ويواتيهم الخير يا ربي. دونك الله يجعل كل شيء مبارك مسعود ليهم ولكاع العرسان اللي تزوجوا في هذا النهار هذا. تنقول ماريا وكاظم الله يجعل ان شاء الله كل شيء مبارك مسعود، والعقوبه ان شاء الله نرقص لهم كيف رقصت لهم اليوم في عرسهم، نرقص لهم حتى في السابع ديالهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.